ولو الناس بهذه الحومه هذه خلاو شغالاتهم ولاو مقابلين غير هذا اللاقيط. الريزو راه سببنا الضرر قبل ما تصبروشا، اما لا تصبروشا راه غنبيعوا الديار ديالنا وغنرحلوا من هذا الحي. ديالنا بزاف حيت كيف ما كتشوفوا بانه فوق راسنا تماما. تخيل اننا حنايا مثلا عندنا كوزينه في السطح، كنكون كنفطر كنعلي عيني كنجبر الريزو، راه شي حاجه اللي بيزار. حالات اصابات بالسرطان المؤكده منذ كان هذا اللاقيط هذا. حتى كنتفاجئوا بان السيده ديالو الزوجه ديالو كتبقى كتخرج من الشرجم، كتبقى تزبل في الرجال ديالنا، كتقول لهم شي حاجات اللي مستحيل ان كرجل انه غادي يتقبلها. وهذا الشيء هذا كامل انها خصها تستفزهم باش انهم تقول لهم هما كيهجموا عليا، هما ما عرفتش شني. هو كيقول راه عنده فلوس وعنده اللي يحميه، وحنا كيحمينا الله سبحانه وتعالى، ما عندوش كل يحمينا. وهو واقيلا اللي سقسيتي انا بان خصو يكون واحد المسافه على الدار، ما بين الدار والدار خصها تكون مسافه ويكون علو بزاف. اما مثلا العوري يطلعوا للسطح ويأديوا في اللاقيط هذا بيدهم، راه هادشي هذا خطر. وحنايا مضروري حنا بقينا شي تسكن الناس، ما بقينا ما كنعسوا، ما الواول تخربقوا، ولادنا رجعوا مراطين، حنايا مراطين، انا مريت بالحساسيه، راه صافي، راه ميموار صافي تحرق عندي بعدني انا كنهضر. بالنسبه لي كساكنه ظهر قنفود اللي خارجه اليوم كلها وكتندد ضد واحد اللاقيط الريزو اللي كاين هنايا في المنطقه ديالهم في الحي ديالهم، وفي واحد المنطقه اللي كتكذب بالساكنه، لاننا كنشاهدوا في هذه المنطقه كل بلاصه كتلقى كل دار فيها تقريبا جوج العائلات حتى ثلاثه فما فوق. وبالنسبه لهذا اللاقيط كما كنعرفوا كما تبتت الدراسات العالميه والامريكيه بانه من بين الاسباب المجموعه ديال الامراض السرطانيه اللي كيأثر على النساء الحوامل، على الرجال اللي عندهم الامراض ديجا، وعلى الناس اللي مرضين. وكنتمناو من السلطات وكنناشدوا السيد القائد وكنناشدوا ايضا السيد الوالي السيد مهدية باش يتدخل عاجلا ويوقف هادشي اللي ولاو الناس بهذه الحومه هذه خلاو شغالاتهم ولاو مقابلين غير هذا اللاقيط اللي داروا جميع الاجراءات القانونيه اللي تواصلوا مع رجال الامن وتواصلوا مع القياده وتواصلوا مع السيد الوكيل العام، عملوا الشكايه ديالهم اللي فيها تقريبا حوالي 170 شخص بانهم كينددوا، لان هذا الريزو كما شفنا في الحومه الحداد وفي المناطق الاخرين اللي نددوا الناس والقول حالات اصابات بالسرطان المؤكده منذ كان هذا اللاقيط هذا. اللي كنتمناو من جهات المختصه وخصوصا كنتمناو ايضا من جلاله الملك يتدخل بمثل هذه الممارسات اللي كتقام وكتحطوا واحد الريزو وسط ثلاثه الليل. بزاف حيت كيف ما كتشوفوا بانه فوق راسنا تماما. تخيل اننا حنايا مثلا عندنا كوزينه في السطح، كنكون كنفطر كنعلي عيني كنجبر الريزو، راه شي حاجه اللي بيزار. ثانيا ان هذا السيد فاش حنايا عملنا القوانين ديالنا عاديه صافي، اولا عيطنا له السلام عليكم كجيران عاديين، حنايا الجيران ديالك كنطالبوا اننا غنتفاهموا معك قانونيا. بدا كيقول لنا حقا ما كاينش رجال، حقا اللي في جهدكم عملوه، يعني حنايا ما جبرناش مع من غادي نتواصلوا. السيد شاد لنا الباب ديال المواصله معاه نهائيا. فاش اتجهنا للباب ديال القانون ومشينا قمنا بالقوانين ديالنا العاديين، والحل الوحيد اللي جبرنا هو ان الرجال ديالنا لا من الوالدين ديالنا ولا من الرجال ديالنا كيبقاو جالسين حدا الباب باش ان الشركه ديال الاتصال ما كتجيش انها تركب الريزو، حيت كيف ما عرفنا بانه باقي ما خدامش، يعني باقي عندنا واحد الامل. فاش كيبقى الرجال انهم جالسين حدا الباب، وخايل ان في هذه البروده ديال الليل كيبقاو عساس الليله كامله باش ان الاتصالات ما تجيش تشرك، حتى كنتفاجئوا بان السيده ديالو الزوجه ديالو كتبقى كتخرج من الشرجم، كتبقى تزبل في الرجال ديالنا، كتقول لهم شي حاجات اللي مستحيل ان كرجل انه غادي يتقبلها. وهذا الشيء هذا كامل انها خصها تستفزهم باش انهم تقول لهم هما كيهجموا عليا، هما ما عرفتش شني. حنايا كنسا ما غنرضوش اننا نسمعوا ديك الكلام اللي كتبقى تسمع عن الرجال ديالنا، وحتى هما كرجال ما غيرضوش نهائيا انهم يسمعوا ديك الهضره، كتبقى من الشرجم اولا كتهود حدا الباب. يعني السيده حنا على حساب ما فهمنا انها خصها تعمل واحد الدليل ان هاد الرجال كيهجموا عليها، وحنا نهائيا حنا الحل الواحد اللي كنطلبوه هو ان هاد السيد يعمل معنا القانون ديالنا.
السلام عليكم بعدا. انا بعدا نلصق ديك انت الجار ديال هاد المصيبه اللي نزلوا علينا هاد الناس هادو. يعني انا ملصق فيه، انا الاول اذا طلعوا للسطح وعملوا هيدا كياديو فيه. وهو واقيلا اللي سقسيتي انا بان خص يكون واحد المسافه على الدار، ما بين الدار والدار خص تكون مسافه ويكون علو بزاف. اما مثلا العواري طلعوا للسطح وياديو في اللاقيط هيدا بيدهم، راه هادشي هذا خاطر. اللهم هذا ممكن، اللهم هذا ممكن. ولادك يقدروا يحدوا دابا في اللاقيط. طبيعه الحال انا كنطلع للسطح راه ما بينو بينو تا ما بينو بينو تا لا جوره، ما العيال كيطلع للسطح كيعمل هيدا ياديو. شنو المطالب ديالكم كسكان؟ المطالب ديالنا هاد السيد عيطنا له باش بان نهضروا معاه، ما بغاش يجي عندنا بان نهضروا معاه نشوفوا شنو النكايه باش نشوفوا شي حل معاه، ما بغاش. قالنا جري طوالكم، قالكم جري طوالكم، قالنا جري طوالكم، هيدا براسكم جري طوالكم. وحنايا مضروري، حنا بقينا شي تكن نعسوا، ما بقينا ما كنعسوا، ما الواول تخربقوا، ولادنا رجعوا مراطين، حنايا مراطين، انا مريت في الحساسيه، راه صافي راه ميموار صافي تحرق عندي بعداني. انا كنهضر على لا نفسي انا، ما مرا في الدار. يعني اداكم، يعني اداكم انا باقي ما كاين والو، هادشي باقي ما كتشعلش، ما عرفناش شنو. وفوقاش تحط هذا الريزو؟ هذا تحط في ما بين جوج ونص ثلاثة، غير هيدا ديال الصباح. كنسمعوا الصداع بحق ما عرفناش شنو اللي كاين. واحد السيد كيعاد شي حاجه في الدار ديالو في المسجد الليل، ما فهمناش يعني، ما عرفناش شنو اللي كاين. عمل الريزو نهار كامل ما تاكل ما تشرب، يعني حتى توسوسنا، ماشي توسوسنا، راه دابا خصنا نمشيو للطبيب النفساني، الطبيب النفساني خصنا نمشيو نقولوا بهذا الشيء اللي عملنا هذا السيد هذا، ادانا وادانا بزاف، راه كيقول عنده التدخلات ديالو، كيقول لنا مشيو للرباط وسيروا لهيه من الرباط لكينه، ماشي السيبه من كيقول لنا سيروا ليه، عيطوا له الناس، قالوا له اجي واحد حاور معاك الجيران وقل يعني طيح الارض، قال لهم انا ما نطيح ما والو، طوال صبروا الطوال وبقاو تجريو، مشيو للرباط وزيدوا الرباط ومشيو لبغيتو فوق الرباط. وهاد الانسان ما عرفناش شنو غنعملوا معاه، حنا دابا تابعين المسائل ديالنا، اليوم مشينا وعملنا الطلب ديالنا ونطلبوا الله الخير. عملتوا الشكايه؟ عملنا الشكايه ونطلبوا الله الخير، هذا الشيء اللي كاين. الشكايه ديال الضرر؟ ديال الضرر، هذا الريزو راه سببنا الضرر قبل ما تصبروش، اما لا تصبروش راه غنبيعوا الديار ديالنا وغنرحلوا من هذا الحي. انا قررت نفسي لا تركبوا بروجا، راه رحال نمشي نرجع للدار ديال الوالده، فين خلقت فين تربيت، وما نبقاش ساكن حدا هاد الجار هذا. وهذا الراجل هذا ما بغاش يحشم، وحنايا كنطلبوا يزولنا هذيك، حنا الناس دراوز، ما عندناش يعني السلطه اللي عنده هو والفلوس اللي عنده هو، كيقول راه عنده فلوس وعنده اللي يحميه، وحنايا كيحمينا الله سبحانه وتعالى، ما عندوش اللي يحمينا، هذا الشيء اللي كاين اسيد شارح. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.